ماشي انا اوريك، انا فاهمك وعارفك زين، تسوي لي براسي ها؟ ماشي. سامحيني كاميليا، أنا اكتشفت إن ما أقدر أعيش من دونك. أنا كنت بلعب عليك بس الدنيا دارت فيني أنا. أبيك تعيشين لأن ما أقدر أعيش من دونك. أحبك كاميليا. هي الحمد لله بقت كويسة، وأنا بكرة هكتب لها على خروج وتقدر تاخدها معاك البيت إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا بنيتي. الله يسلمك يا بابا. علشان تعرفين تشكدر غالية عند البابا ذبح لك اليوم خروفي على سلامتك. حبيبي وشكرا ما قصرت. تستاهلين كل خير. إذا تبين أذبح لك غالية أنا بعد حاضر. عمي المهم الدكتور يقول اليوم ولا باكر يمكن تطلعين. اي والله يا ريت اليوم اطلع، وايد مليت. تملين وانا هني مجابلتش 24 ساعة؟ عاد انت اللي مهونة علي قاعدة المستشفى. شنو؟ شو هالحكي؟ ترى انا غار. من نور؟ ايش بلشوا يتهاوشون علي هذول؟ اكيد لازم. ايش رايك اطردهم اثنينهم وقاعدين يشتغلون؟ اقول اليوم انا بروح الجراج بشوف سيارتك، اذا تصلح كان ابيعها. إذا ما تصلح ببيعها واشتري لك سيارة جديدة، إيش رأيك؟ شكرا يبا ما قصرت. تستاهلين كل خير حبيبتي. يلا تبون شيء؟ سلام. سلامتك. يلا. السلام الله يحفظك. دير بالك على نفسك. إن شاء الله يا الحب وأنتي. مو لايك. ضحكين. ترى مو لايك. لا والله. سيون حبيبتي. نعم. تذكرين دانا؟ اي زين. دانا الحين بتي وانا ما ابي تذكرين حق امك. ليش ما اقول لها؟ اذا تحبيني لا تقولي لها. خلاص اوكي ما راح اقول لها. عشتها. بالعافية. الله يعافيك. محمد مو صدقك الحين قاعد بالمستشفى؟ يا نيت. اي انا مينون. خلاص البنية هاليومين بتطلع، الحمد لله صارت وايد احسن. ارجع كمل حياتك، ردي شركة. مو مهم احد. المهم كاميليا تطلع بالسلامة. هذا مو كلام.
محمد اللي عارفه اقوى من كذي. شوف انت ايش قاعد تسوي، شوف اخوك ايش قاعد يسوي. وانا شكو باخوي. هذه اتصلت عليك؟ من يوم كاملية طلعت بالسلامة غالية ما قاعد تتصل علي اساسا. وليش ما تتصل انت؟ ما ادري، ما قاعد ترد حتى علي. انت ليش كله ما ادري؟ ليش ما تفكر معاي؟ بعرف شنو صار مع كاميليا. لما جد زهقت من نفسي وكاره عمري افهم. اخي محمد انا ماشي. انتي من صدقك للحين تبي تكلمينهم بالموضوع؟ اي من صدقي. والله ما ادري ايش اقول لك يا عبير، على راحتك. ومتى بتكلمينهم؟ اليوم. انا وايد خايفه. المفروض انا اللي اخاف مو انتي. ما ادري كيفك، سوي اللي يناسبك. اي بسوي اللي يناسبني، بدز لهم مسج وبكلمهم. بصراحه ما ابي عزيز ينطر اكثر من كذي، ولا انا ابي ابتعد عنه اكثر من كذي. زين وخططي راحت كذي على الفاضي؟ لا يا حبيبتي، خليني بالأول أتزوجها وشوف اللعب على أصوله. عاد زيون طول اليوم قاعدة تسأل عنك. يا عمري شلونك يا روحي؟ أنا تمام، أنت شلونك؟ أنا بعد تمام لأني شفتك. أنا أحبك وايد. وأنا أموت فيك وايد. إيه لو سمحت ترى قاعد معاكم يعني، ايش دعوة شي ناسيني؟ لا مو ناسينك. زين شو الشغل؟ تمام الحمد لله كل شيء اوكي يعني، وانت؟ مو اوكي. تدري ام زيون تعبانة بالمستشفى وانا اضطريت اني اقعد اجاب لها القمر. زين اذا مو قادر تجاب لها قطعها علي انا اجاب لها. لا هو مو لهالدرجة يعني. كل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله. زين. رايكم بما ان الجو حلو نروح البحر؟ اي احب العب بالبحر. والله تحبي البحر، تحبي تسوي كل شيء. انسى شوي شوي عليها، حرام عليك ترى بنيه. هذه بنتي. اي وذا شوي شوي بنوته هذه. يلا جت لك محاميه الحين. زين يلا؟ يلا. يلا انا انطر. توينك؟ شو اللي صاير لك؟ لا حس لا خبر. يا علي حرام اللي قاعد تسويه بنفسك. ناصر خلني مالي خلق ولا احد. انا ملاحظ كم يوم ان نفسيتك صفر. زين شو اللي صاير لك؟ مو صاير لك الخير ان شاء الله. زين تكلم قول. ما تدري يمكن اقدر اساعدك. ما اظن احد يقدر يساعدني. زين انت ايش خسران؟ يقول تكلمت وما ساعدتك. يا أخي تكلم. السالفة وايد معقدة يا ناصر، تكفى خلني بس كيفك. اسمعني يا علي، إذا نويت تتكلم قول لي، بس الحين أطلع من هالوضع اللي أنت فيه. مشكور وما تقصر يا أخوي، مشكور وايد. أنا راتب.